خلال مقابلة تلفزيونية بمركز أخبار أكد محمد العرب رئيس من منظمة سلام بلا حدود العالمية أن نتائج الممارسات الحوثية الخطيرة بزرع الألغام بصورة عشوائية يتحملها المجتمع الدولي الذي يجب أن يتحد لمواجهة تلك الانتهاكات الخطيرة نحن نتحدث عن أكثر من مليون لغم لم يتفجر وأربعمائة ألف لغم تم إبطاله وتعطيله باستخدام كاسحات ألغام تم تزويد الجيش اليمني بها من قبل التحالف وأيضا أدوات كشف على الألغام اليدوية أه الصادم في الموضوع أن أغلب حقول الألغام المزودة ببطاريات الأكسباير مالها عشر سنوات بمعنى أن هذه الألغام باقية لمدة عشر سنوات قادمة وأغلب الخرائط مفقودة بسبب خسارة الميليشيات لعدد كبير من قياداتها الميدانيين والخرائط كانت في حوزة تلك القيادات فالآن هنالك حقول ألغام لا أحد يعرف آه، كيف تزرع كيف توزع ايضا في الاونه الاخيره انتشرت بعض الالغام ذات ذات يعني المصنعه ايرانيا الالغام المموهه مه. على شكل صخور على شكل جذع مه. شجره بحيث تندمج في البيئه هذه آه يعني خطرها آه اكثر لان مهما كان الانسان حذر حتى الجيش او المدني حذر لا يستطيع ان يتنبه في لحظات ما لصخره مموهه هي في الحقيقه لغم او جذع مموه هو في الحقيقه لغم. العد العشوائي التدميري التي تقصدته الميليشيات تضعنا امام يعني اكثر جماعه وحشيه في تاريخ البشريه مه. اليوم ان الاوان ان يتكا... يتكاتف العالم كله ليقول ميليشيات ال... الانقلابيه كفى عبثا كفى تدميرا للمستقبل الاجيال القادمه اذا كانت لديك مطالب سياسيه فالمطالب السياسيه لا تنتزع بمليون لغم تزرع عشوائيا وتطلق سائبه في ال... في البحار لتستهدف الجميع